صراحة كنا احنا اون ابريباري ان بلون جو مثل ما ناطوف ما حطيتوش في البون دو توش يعني اكس يعني شغل باسكو حطيته في بون دو توش ولا نو ديجا بريمير مون دوال بريزيرفي ما يخفلكمش تلقى اصابة والاصابة تاعو كانت شوية حرمته من تدريبات ورجع للمنافسة بدون يعني تدريبات وزيد كذلك تعب لي وكان ديجا مقبل كان ديجا مصاب في الركبة اعتبر سيرناه وعلى بالي باللي دخول اناطوف توجور يعطي فائده وخاصه ولا شفتو في كاس العرب كنت نداول ما بين زياد لاعب الزمالك واناطوف نبدا توجور بزياد باش يتعب لي المدافعين يتعب لي المحور الدفاع ومع الاخر ندخل اناطوف اللي تجيب لي سرعه ويستغل الفراغات اللي كاين موجوده يعني وراء الدفاع الخصم وهذاك اللي كان عندنا صراحة جمهور قسنطيني معروف إن شاء الله يكون بقوة ويكون وأنا متيقن راه يعطينا شحنة زائدة بإذن الرحمن ونتمنى نجيبوا تأهل كأس العالم إن شاء الله.